رسم صورة شخصية بتقنية أكريليك على قماش. موهبة كانت من الصغر بالألوان الخشبية وما إلى ذلك، ومن بعدها طورتها بدخول إلى المدرسة الجهوية لفنون جميلة. الاستلهام جاني من الأساتذة تاعنا اللي راهم معروفين عالميا ووطنيا. إن شاء الله تاني احنا نكونوا كما هما بإذن الله، نزيدوا نطوروا من الموهبة تاعتنا. الهدف منها الترويج للمدرسة والتعريف بالمدرسة والأعمال الموجودة والتخصصات الموجودة في المدرسة، مدرسة جهوية لفنون جميلة. عندنا مشروع بإذن الله اللي هو راح يكون مشروع تخرج للعام المقبل إن شاء الله، اللي هو تروي حكاية جزائرية، مثل ما أنا اخترت حكاية حيزية تجسدها في عدة لوحات تحكي حكاية حيزية والجمال الحيزية المعروف، حيزية البسكرية كما يقولوا. بإذن الله راح يكون نحكي عن الصحراء وبسكرة ومنطقة والتقاليد اللي كانت فيها شخصية حيزية، وبالتالي في الأخير نخرج بلوحة من الخيال كيف أنا نشوف حيزية، نجسدها بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله شغل نوصلوا ما أكثر وطنيا وعالميا، لما لا. أنا سبيسياليتي بانتور، خيرت هذا الاختصاص لأني نحب البنتورة، نحب زعما أتعمق في البنتور. أنا خيرت هاد الموهبة نتاعي، وشي زي كما نقولوا حنايا هاد كانت من صغري. أنا زعما نحب الفن، نحب الفن، نحب الحفن. من كبرنا وقريت وقع وكملت، اكتشفت بلي كاينه مدرسة تقدري تدخلي ليها ومنها تبراتيكي بزاف وتتعلمي الفن هذا. الطموح نتاعي اني اتعمق في هذا الفن، نوصل مرتبة عالية بهذا الفن تاعي. اختصاصي الغناء الكلاسيكي. على فكرة أنا راني نهار دخلت شغل ما كنتش عارفة بلي راه فيه غناء كلاسيكي، يعني دخلت على أساس فقط ندير موسيقى، ما على باليش أصلا بلي كلاسيكية ولا. فينالمون لقيت بلي لا ميوزيك هذه الفورماسيون تاعها كلاسيك. الشيء هذا حبيته بزاف، الغناء الأوبيرالي راه نشوفه من الأساسيات زعماك اللي يبدا فيها فنان شغل مغني، يبدا بالاحسن شيء يبدا بالغناء الاوبيرالي، لانه لا باس تاع لو شون باش تولي تغني. نشوف بلي باش تولي تغني كلش سي ميو تدخل تقرا لو شون كلاسيك، تقنيات الصوت والتنفس. الميول تاعي بالك ملي كنت سنه ثالثه ابتدائي كانوا يمدونا هكا اناشيد لاساتذه، انا كنت نلحن، كنت تقول لهم البروف بلي الطفله هذه شغل يوم ما حتشوفها مغنيه، ما كنتش دايره في راسي شغل هكا هوايه وخلاص نغني وحدي. المدرسه هذه صافي اون دوزيام اني ليسي سمعت بلي كاين مدرسه تاع موسيقى وهكا، قال لك تجوزوا كونكور باش نشوفوا اذا عندك لوغاي ميوزيكال، اذا عندك زعماك مؤهلات شويه باش نقدروا نزيدوا حنا نفورميوك ونكملوا شغل نكملوا واش راك حاب نتايا. فوالا دونك جوزت كونكور
En 2016, j'ai eu ce concours, ربحت. Je suis soliste avec l'Orchestre Symphonique International de l'Opéra d'Alger. Et je suis prof de technique vocale dans un des conservatoires en Alger. C'est la première fois que je suis dans un salon comme ça. Je vais vous montrer ce تخصص هذا لأنه que باللي لازم لأنه هنايا راه قليل اللي يعرف تخصص هذا ماذا بيا ناس تولي تعرفوه لأنه شيء صح جميل جدا وبزاف ناس شفت باللي يا هكا بلايس وين نكون ديزونفيرو هكا نقولوا من ومن وين يعرضوني نغني ناس ما على بالهمش كاع وشنو هذا اللي راني ندير فيه مي كامل ناس كبير وصغير يقول لك اه حاجه شغل شابه صافي الناس ولاو يحبوه راني ان شاء الله مقبله على باش نكري كورال بروفيسيونيل يكونوا فيها دي فري شونتور راني ديجا نخدم عليها ان شاء الله ربي يوفقني دونك فوالا.